السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتكلم على شلون تقدرون تزيدون انتاجيه الباذنجان. طبعا الباذنجان من الخضروات الاساسيه اللي تستخدم في العديد من الاطباق، وبنفس الوقت تضيف جماليه للحدائق المنزليه، للبلكونه، للاسطح ايضا. طريقه زراعتها سهله وبسيطه، تكلمنا على زراعه البذور، تكلمنا ايضا عن زراعه الباذنجان من العقل في الفيديوهات الماضيه، لكن اليوم باختصار المفيد راح نتكلم عن زراعه البذور بوقت متاخر. طبعا ينصح بزراعه بذور الباذنجان بالداخل داخل البيت، بمكان تتعرض به اذا اشعه الشمس او ضوء النمو الاصطناعي اللي تكلمنا عليه في الفيديو الماضي، وأيضا ذلك لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع قبل آخر صقيع ربيعي متوقع، لأن النباتات راح تنمو بشكل أفضل إن شاء الله في ظل الظروف الدافئة. وأيضا زراعة البذور بذور الباذنجان في وقت مبكر راح يؤدي إلى نمو ساق طويلة على حساب الثمار. طريقة تسميد الباذنجان في الوقت المناسب، طبعا ينصح بتسميد الباذنجان بعد حوالي 6 أسابيع من الزراعة، وخاصة لما تتفتح النباتات وتضع ثمارها الأولى إن شاء الله، حيث راح تستفيد من عناصر غذائية الإضافية اللي موجودة في السماد. ممكن أيضا وضع السماد العضوي حول النبات أو تزويد النبات بالأغذية النباتية بعد إذابتها بالماء وغمر نبات الباذنجان بها غمرا عميقا. وينصح دائما بتسميد الباذنجان مرة أخرى في أواخر فصل الصيف. أما إذا زرعت الباذنجان في الحاويات فيحتاج إلى تغذية ثابتة تقريبا، وتنتبهون أنه النبات اللي ينمو في الحاوية راح يكون عرضة إلى تراكم الأملاح الموجودة في الأسمدة، وأيضا ممكن هذا الشيء سبب في توقف النباتات عن النمو. فينصح دائما بغمر الحاويات بالماء النظيف كل أسبوعين حتى يتم تصفية الأملاح المتراكمة داخل الحاويات. وأيضا يستخدمون الأسمدة العضوية اللي تحتوي على الأسماك وتحتوي على عشب البحر، لأنه نسبة الأملاح بها راح تكون أقل من معظم الأسمدة الصناعية. أيضا من المهم جدا حتى تزيدون إنتاجية الباذنجان تنتبهون لدرجة الحرارة، لأنه يلعب المناخ دور مهم جدا، دور أساسي في إثمار الباذنجان. والباذنجان أصلا نبات حساس لدرجة حرارة منخفضة، حساس للصقيع، يتطلب متوسط درجة حرارة ما بين 21 إلى 30 درجة مئوية. وأيضا يجب أنه تقللون من درجة حرارة التربة من 20 درجة مئوية، وأيضا تتجنبون تعرضه للطقس البارد خلال فترة نمو النبات. من ناحية زراعة أصناف متنوعة من الباذنجان المثمر، طبعا اكو اصناف الباذنجان اللي تنتج ثمار بحجم صغير، حجم ايضا متوسط من افضل الانواع اللي ممكن انه تنتج ثمار بكثره. ومن الامثله على هاي الاصناف عندنا الباذنجان الاسيوي يدعى ب بينغ تونغ لونغ، وايضا انواع اخرى مثل البونيكا المليونير والاصناف الاخرى اللي تكون بها شكل باذنجان بيضوي. أما عن أهم الأمور لازم تعرفوها بخصوص زيادة إنتاجية الباذنجان باختصار، دائما ينصح بحصاد الثمار بشكل متكرر، حيث ينصح أيضا بقطف الباذنجان يوميا إذا كان عندكم هذا الشيء، يعني أنه النبات مالتكم إلى يعني إنتاجية جيدة. دائما قطفوا حصدوا الثمار بشكل متكرر حتى تشجعون النبات على إنتاج المزيد من الثمار. نقطة رقم 2 هي إمداد الباذنجان بالرطوبة الكافية أثناء فترة الإزهار وظهور الثمار. يجب عليكم ري النبات بمقدار 2.5 سنتيمتر من الماء أسبوعيا، ويمكن أيضا أنه يساعد تغطية النبات باستخدام الملش الزراعي. هذا الشيء راح يساعد بتوفير الرطوبة للنبات وتقليل نمو الأعشاب الضارة. أيضا يساهم تلقيح الباذنجان بالنحل في زيادة حجم الثمار وعددها. أيضا ممكن تلقيح الباذنجان يدويا، خاصة إذا كانت أعداد النباتات قليلة ولم تلقح النباتات من الخارج. وممكن أيضا تلقحون الباذنجان يدويا عن طريق غمس فرشة شافة في الأزهار المفتوحة أو لمس الجزء الخلفي من الأزهار بالفرشة وهزها يتم عملية التلقيح، وإن شاء الله راح تحصلون على ثمار وزيدون إنتاجية الباذنجان. وصلنا لنهاية الفيديو.